الأصحاح الثاني. وأحب أن تعرفوا كم أنا أجاهد من أجلكم ومن أجل الذين هم في لودكية ومن أجل سائر الذين ما رأوا وجهي، لتتقوى قلوبهم وتشتد روابط المحبة بينهم، فيكون لهم كل الغنى الناتج عن الفهم التام الذي به يدركون سر الله أي المسيح، فهو الذي تكمن فيه جميع كنوز الحكمة والمعرفة. أقول هذا لئلا يخدعكم أحد بالكلام المعسول، فمع أني غائب عنكم بجسدي فأنا معكم بالروح، أفرح بما أرى فيكم من نظام وثبات في الإيمان بالمسيح. فاسلكوا في الرب يسوع المسيح كما قبلتموه، متأصلين راسخين فيه، ثابتين في الإيمان الذي تعلمتموه، شاكرين كل الشكر. وانتبهوا لئلا يسلب أحد عقولكم بالكلام الفلسفي والغرور الباطل القائم على تقاليد البشر وقوى الكون الأولية لا على المسيح. ففي المسيح يحل ملء الألوهية كله حلولا جسديا، وفيه تبلغون الكمال، هو رأس كل رئاسة روحانية وسلطة. وفي المسيح كان ختانكم ختانا لا بالأيدي بل بنزع جسم الخطايا البشري، وهذا هو ختان المسيح. فأنتم عندما تعمدتم في المسيح دفنتم معه وقمتم معه أيضا، لأنكم آمنتم بقدرة الله الذي أقامه من بين الأموات. كنتم أمواتا بخطاياكم وبكونكم غير مختونين في الجسد، فأحياكم الله مع المسيح وصفح لنا عن جميع خطايانا، ومحى الصك الذي علينا للفرائض وكان في غير صالحنا، وأزاله مسمرا إياه على الصليب، وخلع أصحاب الرئاسة والسلطة وجعلهم عبرة، وقادهم أسرى في موكبه الظافر. لا يحكم عليكم أحد في المأكول والمشروب أو في الأعياد والأهلة والسبوت، فما هذه كلها إلا ظل الأمور المستقبلة، أما الحقيقة فهي في المسيح. ولا يسلبكم أحد جزاءكم بما يدعو إليه من التواضع وعبادة الملائكة وما يرى من رؤى، منتفخا من الكبرياء بتفكيره البشري الباطل، غير متمسك بالرأس وهو الذي منه يتقوى الجسد كله ويتماسك بالأوصال والمفاصل لينمو كما يريد الله. فإن كنتم متتم مع المسيح وتخلصتم من قوى الكون الأولية، فكيف تعيشون كأنكم تنتمون إلى هذا العالم؟ لماذا تخضعون لمثل هذه الفرائض؟ لا تلمس، لا تذق هذا، لا تمسك ذاك، وهي كلها أشياء تزول بالاستعمال. نعم، هي أحكام وتعاليم بشرية لها ظواهر الحكمة لما فيها من عبادة خاصة وتواضع وقهر للجسد، ولكن لا قيمة لها في ضبط أهواء الجسد.